الاخوان المناضلين، كاين اللي جاي للعاصمه وكاين اللي يقول نطلع وكاين وكاين، حنا نقولوا اللي حضروا هنا نسمعوا وشافوا كاس كيسباس. كل واحد يريح في مكانه، كل واحد يريح في داره. الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون عمليه اداريه في الجزائر العاصمه، بعد ما تخلص اللجنه، بعد ما تخلص هذا اللقاء مع الادارات، ونستناو الرد تاعنا هذاك النهار او نديسيدي واش اللي كاين. هنا المناضلين والموسيقى الوطني والجهويين ولجنه الحوار والموسيقى الولايه اللي حاضرين وبعض المناضلين راهم يقولوا باش نخرجوا وحددوا تاريخ الخرجه اللي كيف قلتوا 24 ديسمبر 24 راح تكون خرجه وطنيه 23 يوم على باش يديروا الوقت للمناضلين باش يخرجوا. هذا التاريخ حددوه هنا المسؤولين على هذه التسويه مع السلطات. حنا نقولوا كذلك راينا ورايهم على 24 الشهر ان شاء الله نخرجوا، يعني المناضلين يوجدوا رواحهم بما يقولوش ما سمعناش وما وصلتناش الهضره والله ان شاء الله. يوم 24 راهم قرروا هنايا باش تكون خرجه ميدانيه، النقطه مازالت ماش باينه، المهم ما يقولوا في الجزائر العاصمه. اخواني المناضلين اللي التحق في العاصمه نقولوا بارك الله فيك، واللي كان جاي وما جاش نقولوا بارك الله فيك. التحضير لما هو قادم، نطلب من الموسيقى الولائيين التحسيس مع المناضلين ان شاء الله باش النداء ولا الكلام تاعنا يكون عند رئيس الجمهوريه اللي يلتفت التفاته قويه لهذه الفئه باش يتطوى الملف هذا. اخواني المناضلين، من الفيديو هذا من الجزائر العاصمه من الصابلات، انا نقول للمناضلين حبسوا علينا المناشير الهدامه والقذف في بعضنا ولا في رموز الدوله وفي اي حاجه، والمنشورات اللي ما تساعدش القضيه، اللي يكتب لنا رساله لرئاسه الجمهوريه ولا لوزاره الدفاع، رساله واضحه لمشطوبي الجيش الوطني الشعبي بجميع الفئات، للتذكير الرئيس والالتزام بالشيء اللي قالوا. اللهم بارك، اللي يدير الفيديو ولا يقذف في الزملاء تاعو ولا يقذف في القضيه ويقذف في التنسيقيه ويقذف في الناس، انا نقول له ربي يهديك. القضيه راهي كبيره، الزواولا الناس يتموت، الناس هي مريضه، الناس هي مقلقه، الناس هي ما عندهاش. ريح ترانكيل خير، يا تضم مع اصحابك يا تحكم فمك وتحكم دارك خير. اللي قاعد يدير في لي فيديو ويقيسنا ويقذف فينا، انا ليا ريح ترانكيل خير، ريح ترانكيل بمشي لاطي. المنشورات ولي فيديو اللي تقيسنا وتقيس الدوله وتقيس المسؤولين ما كان لا. حنا ما نتهموش المديرين المركزيين، كنا نوجهوا الكلام تاعنا حنا المدير الشؤون الاجتماعيه ومدير الصحه ومدير كذا كذا، حنا نبدلوا النداء تاعنا راه يكون رئيس الجمهوريه مباشره، هو القائد على القوات المسلحه وهو رئيس الجمهوريه، يعني دوبل كاسكيت عنده وهو صاحب قرار هو والحكومه اللي معاه، ونتمنوا له التوفيق ليه والحكومه اللي معاه، وان شاء الله الجزائر ديما لاباس والملف تاعنا هذا يتطوى. هذا واش راح نقول لكم في الفيديو هذا، والمناضلين اللي حضروا هنا نقول لهم بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.